السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زكية الراسبي، مدير مركز الإمارات لأبحاث السعادة في جامعة الإمارات العربية المتحدة. في كل برزنتيشن أبدأ بتعريف الجامعة، أنا غنية عن التعريف. على حسب التصنيف العالمي للجامعات، احتلت جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى الدولة والمركز الخامس على مستوى العالم العربي، وصنفت من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم نشأت خلال 50 سنة الماضية. جامعة الإمارات العربية المتحدة تعاونت مع أكثر من 80 دولة حول العالم في مجال الأبحاث، وقامت بدعم العديد من الأبحاث العلمية والتجارية المحلية، ونتج ذلك عن حصولها على 15 براءة اختراع فقط في عام 2016. تركز جامعة الإمارات على الابتكار وإنتاج المعلومة وإثباتها وتصدير المعلومة من خلال مراكز بحثية. لذلك كانت مبادرة جامعة الإمارات هي الإضافة الأخيرة لكوكبة من المراكز البحثية، وهو مركز الإمارات لأبحاث السعادة. بدعم من معالي عهود الرومي وتحت رعاية معالي الدكتور النعيمي في 20 من مارس السنة الماضية، تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة، تم افتتاح مركز الإمارات لأبحاث السعادة، وذلك سعياً لتحقيق رؤية الدولة في إسعاد شعبها. رؤية المركز هي أن نكون مركزاً معتمداً على مستوى عالمي في مجال السعادة والإيجابية، ورسالة المركز هي خدمة مجتمع الإمارات بتوفير الأبحاث المدعومة بالأدلة والبراهين في مجال السعادة والإيجابية لترسيخ هذا النمط من الحياة. خدماتنا هي توفير الأبحاث المبنية على الدلائل والبراهين، وبناء القدرات، وتوفير الخدمات الاستشارية المهنية للمؤسسات والأفراد. إنجازاتنا خلال هذا العام تبدأ من مشروع التعلم الإيجابي، وسمعت مع العرض الذي يسبقنا، تعاونت جامعة الإمارات وبالتحديد مركز الإمارات للأبحاث السعادة مع أربع مؤسسات، اثنان حكومية وهو البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسات خارجية منها جامعة ملبورن. ساهمنا في قياس مؤشرات السعادة والإيجابية وقياس رفاه الطلاب والمعلمين. الدراسة تمت على عدة مراحل وتنقسم إلى قسمين، وهو ما يهتم بتدريب المعلمين، وقد تم من خلال جيلون جرامر سكول، وهي مدرسة رائدة في التعليم الإيجابي، قدمت من أستراليا لتدريب المعلمين. وواجبنا كجامعة هو قياس رفاه الطلاب والمعلمين. فالمقاييس التي استخدمت كانت عالمية، وقسنا رفاهية الطلاب والمعلمين مع بداية العام الأكاديمي قبل تدريب المدرسين في المدارس الحكومية، خلال العام الأكاديمي في منتصف العام الأكاديمي، خلال تطبيق العناصر الإيجابية في الخطة التعليمية، في نهاية العام الأكاديمي الآن، و ستة أشهر بعد انتهاء العام الأكاديمي مع بداية العام الأكاديمي القادم، لإثبات استدامة أثر التعلم الإيجابي. المقاييس المستخدمة هي مقاييس عالمية مثبتة، وهي من عدة مقاييس، ولم يكن السؤال مباشر هل أنت سعيد أم لا، هل أنت راضي أم لا، جزء منها كان كذلك، ولكن ركزنا على ترجمة المقاييس إلى اللغة العربية لتكون لغة سهلة وسلسة يستوعبها الطالب، وبعد ذلك تم مطابقتها مع عاداتنا وتقاليدنا وتقاليد مجتمع دولة الإمارات، وكذلك تم قياس العوامل المؤثرة في رفاه المعلمين أيضاً،
وتم التركيز على المشاعر الإيجابية، التواصل، التفاعل، اللامبالاة، التجنب والكراهية، والتسامح، التأقلم مع الظروف، وكذلك ركزنا على الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الطالب والمعلم على حد سواء. وقياس التوتر تم أيضاً بقياس التغيرات في جلد الإنسان، وتم استخدام جهاز محدد. ومن ضمن الأجهزة التي لها احتمالية الاستخدام في المستقبل هو الـ E-Happiness Indicator، جهاز قياس السعادة. لم يتم استخدامه حالياً لأنه في طور التجريب، وتم إصدار وتم حصول على براءة اختراع مؤخراً. حجمها الصغر، فنقدر نستخدمه في أي وقت. يأخذ يقيس الجهاز معدل نبضات القلب، النشاط البدني، والحرارة، والمستوى الموصلية للجلد لتقيس التوتر، ومن ثم يتم إرسال بيانات لجهاز المستخدم، سواء آيفون التليفون الخاص بك أو للباحث. ويدعم المركز هذا الجهاز، وسوف يتم استخدامه في الدراسات القادمة إن شاء الله. وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي للجامعة في تحقيق سعادة الطلبة ورفع المستوى الأكاديمي وجودة المخرجات التعليمية، سيتم العام القادم طرح مساق السعادة والإيجابية في التعليم بالتعاون مع مركز الإمارات لأبحاث السعادة. صمم هذا البرنامج بالتعاون مع الدكتورة لويس من كلية العلوم الإنسانية، وتم التركيز على التعليم الرفاهية والأساليب التعليم الإيجابي من نظرة ثقافية محلية. فالكورس بيكون بكل بساطة هي عاداتنا، تقاليدنا، حكاياتنا، أمثالنا. فنتوقع استقبال الطلبة وتطبيق المهارات في تطبيق المهارات الحياتية يكون لها قابلية أكثر. وأخيراً، خلال 14 شهر الماضي تم التعاون مع معدة مؤسسات حكومية، ومن ضمنها البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية للمساهمة في تصميم بعض الاستبيانات وفي تحليل البيانات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، وثم تزويدهم بالنتائج المستخلصة. شكراً لكم. وفي الختام نشكر معالي عهود الرومي وفريق عملها على جهودهم، وبيتحت الفرصة لنا في المشاركة في منتدى الممارسات الحكومية. شكراً لكم.